صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تي في مباشرة، معكم من منطقة السلاح حلم محمدي قرب كذا. هو هذا المشهد محزن في البرد القاصح، الناس في البيبان ديال المساجد، شوفوا شحال ديال المتخلى عنهم بدون مأوى، ناسين في البرد مغطيين بالكرتون والميك. أزيد من 30 شخص دافين تحت أبواب المساجد، واللي زوين فيهم هو أن بنهار أو كيطلع الضو كيقادو الأمور ديالهم من البلاصة ديالهم، كيشطبوها كيخلو فيها حتى شي أثر، هادو بيبان ديال المساجد. الله يحسن العون في البرد، حنا في ديورنا ولابسين مزيان ومغطين وكنحسو بالبرد.